موضوع ينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل الغد. محمد، تنظيم مظاهرات مناهضة للتدخل الأمريكي في الشؤون العراقية، إذا ما الذي يدور في هذا الاتجاه؟ نعم جمانة، يبدو أن من دعا إلى هذه التظاهرة المناهضة للتدخل الأمريكي قد أخفق في جمع العدد الكافي لإخراج هذه التظاهرة، وبالتالي لم تحدث هذه التظاهرة. كان مفترض أن تحدث في ساحة الفردوس وسط أو قلب العاصمة بغداد، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي مظهر من مظاهر التظاهرة. يبدو أنهم لم يحصلوا على عدد كبير، أو أن هناك أسباب سياسية ربما دفعت هؤلاء الذين دعوا لهذه التظاهرة إلى عدم الخروج في هذه التظاهرة، لا سيما وأن المشهد السياسي العراقي بدأ يتسارع بالعديد من التصريحات وحتى بالعديد من المشاهد التي اختلفت ربما عن ما طرح سابقا. إذن هناك دعوات اليوم نعم. إذن محمد، ماذا عن الأوضاع السياسية وآخر مشاورات التحالفات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر للبرلمان؟ نعم جمانة، هو هذا الأمر، يعني ما كنت أتحدث عنه، أن ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وأيضا الأحزاب الأخرى التي انضوت إليه مؤخرا، لا سيما بعد خروج فالح الفياض مستشار الأمن القومي ودخوله في تحالف الفتح وتحالف المالكي، بدأ يصعد من عملية يعني تمكينه من إعلان الكتلة الأكبر. هو حدد مواعيد كثيرة، أقرب موعد حدده هو يوم الأحد المقبل، قال بأن هناك مفاجأة ستحدث في الشارع العراقي بإعلان الكتلة الأكبر، وأن هناك عدد كبير من الذين كانوا في ائتلاف النصر بدأوا ينسحبون ويذهبون مع تحالف المالكي والفتح. في المقابل أيضا تحالف النصر وسائرون لم يكفوا عن تصريحاتهم، وقالوا أن هذا الأمر غير صحيح وأنهم لديهم العدد الكافي لإعلان الكتلة الأكبر. كل هذه الأمور متوقفة على وصول الوفد الكردي الذي كان مفترض أن يصل اليوم، والذي أرجأ زيارته إلى يوم غد بسبب عدم وجود تفاهمات داخل البيت الكردي أو محاولة الأكراد جمع شتاتهم والمجيء إلى بغداد بورقة واحدة وبوفد واحد. يكون هذا الوفد هو الوفد المفاوض للأحزاب الأخرى في بغداد. ننتظر اليوم غد أو حتى بعد غد ربما ستتضح الصورة، لكن بكل الأحوال ما تزال الساحة العراقية مليئة بالمفاجآت، وربما يحدث أمر يعني كان أمر ربما يعني بعيد عن الحسبان أو حتى بعيد عن الأمور السياسية المطروحة على الساحة السياسية العراقية. محمد فاضل مراسل الغد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.